طالب بالصف الثالث بكلية الهندسة جامعة الأزهر لفوزه بالمركز الأول في المعرض الدولي للمخترعين في الشرق الأوسط الذي أقيم في أكتوبر 2007 وفاز بالميدالية الذهبية ووسام المعرض العالمي للإبداع والاختراع بالسودان في نوفمبر 2007. هيثم محمد الدسوقي معانا على الهواء في البيت بيتك. ازيك يا هيثم؟ الحمد لله بخير. الف مبروك. الله يرفع عنك. يا بختك يا عم، الصبحيه الرئيس بيكرمك وبالليل مصر كلها بتقول لك مبروك. الله يرفع عنك. انت طالب فين يا هيثم؟ تالتة اتصالات جامعة الازهر. تالتة اتصالات كلية هندسة جامعة الازهر. نعم. ايه بقى الاختراع او الابتكار او الجهد اللي انت كرمت عشانه؟ والله انا كنت مشترك بست مشاريع في معرض الكويت. ده معرض ايه؟ معرض اختراعات، يعني معرض دولي للاختراعات في الكويت. اول مره في الشرق الاوسط يعني تعمل معرض دولي في الدول العربيه يعني. كويس. بس كانت جت لي مسابقه من خلال كان بس العلمي، فاشتركت فيها حاجه بست مشاريع. تقدمت بيهم للاكاديميه ولا المعرض؟ الاكاديميه. لا الاكاديميه الاول عملت مسابقه و طلبوا فيها عدد من المخترعين اللي عندهم مشاريع تقدم بيها وكذا، ففضل الله يعني دخلت في ست مشاريع الحمد لله، يعني اتأهلت يعني للسفر الكويت. وبعد الحقيقة حصلت مسابقة تاني في الكويت عشان نسافر تاني يعني مرحلة تانية، فالحمد لله اختاروني يعني برضو من ضمن مجموعة كبيرة الحمد لله. وبعدين هناك بقى مسابقة التالتة. انت خدت عن جملة الست مشاريع ولا عن مشروع محدد؟ والله هي هو يعني انا اخذت عن جمله المشاريع. بس يعني كان في مشاريع اخذت ذهبيه تميزت يعني عن المشاريع. في مشاريع معايا تميزت. قول لنا بقى ايه المشاريع دي؟ والله المشروع الاولاني هو مشروع ماوس كمبيوتر بيتركب في الصباع زي الخاتم، حركه بيلبس صباعك زي الخاتم. بيخلي صباعك ماوس كمبيوتر. ماوس كمبيوتر؟ نعم. اللي هو اللي احنا بنمسكه دلوقتي كده او على اللابتوب بنقعد. بالظبط. انت عملت بقى حركه بتلبسه في صباعك زي الخاتم. زي بتاع الترزي ده. اللي هو الصباع يخش في العقله. لا بتلبس حضرتك زي الخاتم، زي الخاتم العادي اللي هو بيبقى متعلق في الصباع. حضرتك بتمشي صباعك على السطح، صباعك ماوس كمبيوتر، ولما تيجي تضغط على اي سطح ممكن تشاور، يعني مش لازم تدوس، يعني ممكن تشاور على اي سطح كده تلاقي صباعك بقى هو الماوس، وممكن الكليك وكده بقى تاتش باتونز، ما بقاش الزراير، لا بقى تدوس على الجانبين الصباع كده دبل كليك كده كليك كده يعني. يا سلام. ماشي خيالي انا بسم الله ما شاء الله. طيب انت يعني جبت الفكره منين؟ والله الحقيقه انا اشتغلت يعني من سنتين في حاجه اسمها هولوجرام. هولوجرام تصوير بالليزر. ده عباره عن تصوير من غير عدسات. الفكره فيه ان لما تسقط ليزر على اي جسم، لو جبت الكاميرا وشلت العدسات بتاعتها من غير عدسات هتلاقي في صوره في الكاميرا موجوده، يعني ضوء انعكس من على الجسم، ضوء الليزر لما بينعكس من على الجسم بيرجع بصوره، مش بيرجع ضوء عام يعني. بيرجع بصوره، الصوره دي بتتغير على حسب حركه الليزر على الجسم، يعني مثلا حركه الليزر يمين شمال بتتغير الصوره دي. دي حاجه اسمها ايمج بروسيسنج. ايمج بروسيسنج في ال تاتش تسلي بقى خلاص يا خلاص واضح ان انا مش عارف الاولاني. لا مش المصيبه الثانيه ايمج بروسيسنج. المهم يعني هي كل الفكره ان هو بيعمل ديتكت عن بعد للموشن، يعني الليزر بيعمل ديتكت عن بعد، بيعمل نوع من انواع الترقب للحركه. بالظبط. كويس. لما تيجي تحرك صباعك على السطح هو في ليزر بالاي ار غير مرئي، يعني هو موجود فيه ليزر انت ما بتبقاش شايفه. الف مبروك يا هيثم. الله يرفع عنك. الف مبروك. خش على الاختراع الثاني عشان ده بالنسبه لي مش فاهم. طيب المشروع الثاني مشروع انتاج الاوزون، اوزونايزر. ايوه. جهاز انتاج الاوزون معروف من زمان، يعني معمول من 100 سنه تقريبا. بس الحقيقه يعني التطوير فيه اللي هو ازاي مش في استخداماته معروفه. يعني هو استخدام الاوزون في التعقيم، في تعقيم الميه، في تعقيم الهواء. بتستخدم الميه في مثلا لو انا عقمت الميه بالاوزون وبعدين رشيت الميه دي على الاكل، الاكل ده بيقعد كتير من غير ما يخش جوه الثلاجه. لو جبت مثلا جهاز الاوزون وحطيته جوه الثلاجه، الثلاجه اصلا بتوقف عمل البكتيريا لكن ما بتقتلهاش. الفكره ان الجهاز ده لما قاعد في الثلاجه بيخلي البكتيريا دي تموت، مش بس يوقف عملها، لما بيجي يطلع الاكل بره الثلاجه بيقعد فتره كبيره.
كده يعني الفكره بس يعني ده يعني على الاقل ما انا فاهم ده كويس الحمد لله زي الفل. الفكره بس ان انتاج الاوزون ازاي يبقى فيه انتاج للاوزون احسن يعني يعني كميه اكتر تمام باور اقل كده تمام ليها طبعا ارقام ومعادلات توزيع. طيب التالت التالت جهاز اسمه زيرو سكند زي الفيلم سكند سرعات تصوير جهاز بيعمل سرعه تصوير كان موجود معايا في المعرض. الفكره ببساطه ان لما بتجيب حركه ميه بتقطها من السقف على الارض يعني هو كان في جهاز بيعمل كده لو صورت الضوء بتاع الجهاز ده على الميه دي الميه دي وقفت قدامك وممكن تخلي الميه دي تنزل بالراحه ممكن لسه هي نازله ممكن تخليها تتجمع وبعدين تعمل نقطه وتطلع تاني تخش جوه الحنفيه قدام عينيك مش بتصور وبعدين بترجع تاني الصوره وكده يعني إيه المفروض ان ده بند اسمه تكبير الزمن. لا عشان مش فاهم بقى حاجه لا 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 تكبير الزمن حاجه اسمها تكبير الزمن تكبير الزمن اجهزه سرعات التصوير بتستخدم في تكبير الزمن انك الحاجه اللي بتدي فلاشر سريع بكل بساطه ان لو ايدي دي تتحرك بسرعه ايوه وبعدين انا اديت فلاش وبعدين ضلمه ضلمه فلاش وبعدين ضلمه ضلمه فلاش بالتاكيد حاجه مش هتشوفها ايدي غير في المكان ده صح؟ المكان ده ضلمه انا قلت لك ضلمه في المكان ده صح؟ نتيجه لسرعه التصوير اللي هو سرعه الفلاش يعني بيبقى مثلا زي واحد على الفيلم 2 او الفيلم 2 سكند وكده لما بتيجي بتسقط الضوء ده بالسرعه دي بتلاقي ايدك ما بنتش غير في المكان ده كل ده ايدك ما بنتش فيه وحضرتك شفت ايدي في المكان ده ثابته تماما لو كاتب كلمه عليها حركه اقراها او مش بس كده ده انا ممكن كمان حضرتك تكتب كلمه على ايدي وهي بتتحرك يعني عن طريق تكنولوجيا زي كده ممكن تكتب ايدي على يعني كلمه على ايدي وهي بتتحرك يعني ممكن الف ايدي بسرعه وبعدين حضرتك تشوف ايدي واقفه وبعدين تكتب عليها بس بسم الله ما شاء الله برضه الاجيال الجديده فيها حاجه تفرح. دكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدول البحث العلمي مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذ سامي. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا الحقيقه فرحان ان عندنا شاب مصري بهذه الالمعيه. نعم انا مش فاهم نص الكلام اللي قاله بس في النهايه شكله هو فاهم. واحنا فاهمين كمان مثلا طيب دي اهم حاجه حضراتكم مختصين تبقوا فاهمين انا شكلي بس واثق ان هو فاهم وعشان كده كر من النهارده بس الحقيقه شيء رائع وفكره ان احنا كاكاديميه تبنينا الست مشروعات اللي قدمها هيثم ورفعناها ودخل بيها المسابقه كان ممكن جدا نهمله زي ما في حاجات كتير بتحصل بس ده الحقيقه جهد يشكر عليه الوزاره يا فندم. هيثم مكرم لانه دخل مع زمايل كتير يمكن هو هيثم حكى في الاول هو راح اول مسابقه بعتناه مسابقه في اليابان وبعدين راح مسابقه في الكويت وبعدين راح مسابقه في السودان. احنا كان الافه والمشكله اللي عندنا في اوقات كثيره ان اختراعات وبراءات اختراعات واجتهادات كثيره كانت بتاخد الختم وتظل حبيسه الادراج وما بنستفادش منها. ان هذا التكريم ولمسه الابوه الجميله من الرئيس مبارك دي مش نهايه المطاف. اكيد دي برافو على اللي انت عملته. انا جاي اكرمك وشد حيلك عشان مستنيين منك كتير كتير يعني فاضل لك سنه بس هندسه ان شاء الله ان شاء الله خلصها ومستنيك بقى تعمل لنا مش عندنا مشاكل بالكوم يعني في مصر عايش معانا وعارف انت عندنا مشاكل بالكوم فعايزين اختراعات في كل حاجه ان شاء الله حاول تحل لنا مشكلتنا ان شاء الله رينا. ان شاء الله بس انت يعني عايش معانا بتاكل زينا وبتشرب زينا وبتشرب من ميه حنفيه زينا وكل حاجه. لا لا مش اي حاجه مش اي فرق خالص برضه طلعت الخاتم والهومنايزر والكلام ده. توفيق يا هيثم انا سعيد بيك وفرحان بيك وجهد حي اسرتك الكريمه على حسن رعايتها ليك وان شاء الله احنا مستنيين منك كتير ان شاء الله. شكرا جزيلا.